كلم حسام، كلمه ضحمن حسام، كلمه دلوقتي. هو صحيح الاسم بتاع الفرد شوية، بس هي اعتقد يعني ان هي مادة ديماند ومفيدة، واخد بالك؟ يعني لو احنا بعدنا عن المجهود اللي بيتبذل في الاستماع ليها وهضمها، او بعدنا عن الدرجات، هنلاقي ان هي فعلا الصنفرة الاخرانية لمهندس الطالب الجديد. خلاص احنا اسم خلاص نحط، لانه مدرج يعني نمذجه وسيميوليشن يعني محاكاه، وطبعا جنب الباور سيستم اللي هي حياتنا كلها بقى، اللي هي سليم باور بلانت انترنال كومبشن انجن وهكذا، اندستري فيرنس وهكذا. خلاص الاسم فلسفته ان هو بيؤكد لنا ان دراستي كهندسه قوه ميكانيكيه هو ستادي الدورة الحرارية أو حتى جوه المحرك اللي احنا عارفين
تنطلق الطاقة اللي احنا ايه عارفينها ودرسناها يعني بقينا كبيرة. هيبقى واضح انه في نطاق من الدراسة، نطاق كبير احنا بنحبه وبندرسه، يعني في دومين، في نطاق. ما يهمناش قوي لفلسفة التسمية ده ان هو نطاق. نطاق شغالين فيه انه اكروس هذا الدومين، يعني انا فعلا انا راجل مهندس يبقى هقف قدام حاجه ليها ابعاد معينه، وجوه الحاجه دي طبعا في انجينيرنج فلويد ماشي، فاهم ساعتك؟ يعني في طاقه، والطاقه دي برونونسد معبر عنها بوجود سيركل فلويد في سبيس معين، خلاص جوه الماشين او جوه الانجن بتاعي، فاهم ساعتك؟ وايضا الصوره الاولانيه والصوره اللي بعديها وتولد الفريم ثم الاكسبانشن، كل دي صور عباره عن سيناريو اللي فيه برضه دومين، بس ما هواش دومين مكاني، هو دومين ايه؟ زمني. خلاص؟ المهم هترجع وتقول لي ايه نزله هذا الكلام؟ هذا الكلام هو التفسير العميق، التفسير العميق لكل اللي انت درسته، بمعنى سعادتك انه تعالى ناخد مثلا برضه عشان نوحد كلامنا على المحرك. خلاص؟ المحرك انت بتعمل له تمرين، وهنعتبر مثلا انه ديزل انجن وانه بيتبرد ايه؟ الهواء. خلاص؟ يبقى في هنا ايه؟ اير كولينج. خلاص؟ طيب انت جوه المحرك بتعتبر ان في حراره. خلاص؟ يعني ادي الكليرنس فوليوم وادي المكبس واي تمثيل بسيط يعني. لما تيجي سعادتك في كورس المحركات او في كورس كومبشن كورسي ثيرمال باور بلانت، انت بتقول ان انا عايز اعبر عن الطاقه او اولد الباور، لان انا بتاع باور، فبتكتب ان هي ان الباور ان بيساوي باور او، فبتكتب مثلا ان الباور ان ايه؟ ان روت فلويد في روت فلويد. خلاص؟ المعادله بالشكل ده خلاص فيها تبسيط، فيها تبسيط معقول عشان المهندس يشتغل ويخلص، بمعنى ان هو في طلبيه، في توليد، عايز يعرف انه مثلا هيرفع خطوط ميه، هيولد باور عشان الاضاءه جوه الفندق، يعني في حسابات رف كلكم ان شاء الله تبقوا فاميليار اكتر مننا، لان احنا بتوع الورقه والقلم وبالواحد في 10 كلام ده، انت بتبقى رفلي كده، بتبقى مهندس عندك خبره، بتحب انك تحسب يعني استهلاك الوقود كام سعادتك؟ يعني اجيب كام مش عارف طن سولار في اليوم وهكذا. خلاص؟ الحسبه دي خلاص عشان تولد لك اللي انت مثلا بتقول انك قدرتها في كفاءه الماء بتاع الديزل انجن، خلاص؟ تطلع لك ايه؟ الباور. طب هل هذا الكلام، هل هذا الكلام يريح الشخص اللي هو عايز فعلا يطلع اجابه دقيقه بدون اي تبسيطات؟ لان زي ما انت عارف شوط القدره مختلف، القدره ما بتطلعش هوموجينيسلي كده ولا بتطلع في لحظه واحده، لا دي بتتضرر، لانه ساعتك زي ما انت عارف وزي ما قلت ان هو ديزل انجن، خلاص؟ الوقود بيتفرج وبعدين بيحصل له ميكسنج ثم كومبشن ثم يبدا شوط الاكسبانشن، وكلكم عارفين ان ذلك يحيد عن الدوره المثاليه اللي هي بتقول ان انت هترفع الضغط بسهوله الحجم ثم تحافظ على ثبوت الضغط دي دورة نظرية. إذا كنت سعادتك في قسم الريسيرش اند ديفلوبمنت في شركة، أو إذا كنت أنت راجل عايز تبقى تقيل وفاهم، فأنت إيه؟ هتحس إن أنت كبرت على الكلام ده، صحيح هو صح؟ بس هناك أفق أبعد من هذا الكلام. هذا الأفق هو إني بيسمح بقى للناس الكبيرة إن هي اللي تصمم. يعني سعادتك، سعادتك. مثلا عمرك ما سألت نفسك سؤال، ايه هو الطول المناسب للكربوراتير بتاع العربيه 28؟ ما انا عارف ان كلنا عارفين ان لما بتحط الفلويد مع الاير وتدخل على المحرك بيطلع هوموجينس تشارج والاورنس كوميتر فويد، لكن انت بقى ما قلتش لنفسك انا عايز فعلا اعتبر ان انا فروم سكراتش، انا اول ديزاينر في العالم، وفكرت انك تختار الطول المناسب للكربوراتير. فاذا صاحبه الطول المناسب دي فعلا هي عقبه، عقبه ان سعادتك لم تهتم بدراسه الترانزيانت فينومينا، اللي هي الحاجات اللي احنا لسه مستنيينها، احنا مدخلين حاجه ومستنيينها تستوي وتطلع، انه محتاجين زمن، واخد بال سعادتك؟ يعني مثلا برضه عشان ما نبقاش مركز في الانجن، الفيد ووتر هيت سواء كان اوبن ولا كلوز، وان انا بعمل نسف في التوربينه وباخد عشان ايه؟
ممكن ان انت تبقى حاسب السرعه الكافيه والطول المناسب عشان تضمن ان الخاصيات بتاعتك هنا هوموجينيس. فاذا لم تطلع لك هوموجينيس يبقى هيبقى في ستريسز جوه السيستم، اللي هي ابسط حاجه ليها انك انت تضرب رياش التربينه بسرعات غير المتساويه وبدرايف فراكشن غير يعني شويه فيها براين فراكشن عالي شويه فيها فقرات تحصل مشاكل. فالشخص اللي بدا يصمم وسال نفسه انا هعمل يرجع الى فكر الديستربنس، ان هو يعتبر ان في حاجه هنا ساخنه مثلا او خليجيه هي الكور، في حاجه هنا هوت وعايز يعمل تريسنج ايه فعلا اللي بيحصل عشان الكور يسخن وسط الهوت ويطلعوا في مكان ما بهوموجينيس فورم. خلاص ده في الايه في هذا الميكس. هنا في المحرك بلاوي بس حلوه يعني حدوته ظريفه. لو احنا بقى درسنا كل قطره ايه اللي بيحصل لها وايه هو الطول والزمن اللي كل قطره تتبخر وبعدين تبين اكسل وبعدين يبتدي يحصل الفيزيكا يعني بعد الفيزيكا دي ايه الكيميكال دي ثم الاحتراق. طبعا ساعتكم عارفين ان في بريشر كرانك انجل دايجرام للمحرك وعارفين القصه دي. يعني اذا الناس ما بتلعبش، الناس بتدرس فعلا اللحظات لحظه بلحظه جوه المحرك عشان هي فعلا بتصمم واحنا بنشتغل والمنور واخد بال ساعتها. فالتعامل مع هذا الشيء ليس غريبا بس هي مهمه انت ما حطيتش نفسك فيها قبل كده. هذه مهمه ان انت هتكتب معادلات بسيطه اللي هي الانرجي والمومنتم اللي احنا تعاملنا مع الانرجي في السيرمو داينامكس في ترانسفير، تعاملنا مع المومنتم في مثلا في الفلويد ميكانكس. بس عايزين نزيل التبسيطات ونبتدي فعلا نتكلم انه ان فعلا انا هحط الديستربنس من ناحيه والديستربنس هتجد اعتبرنا ان الانفعال في الطبيعه هو ان انت فعلا بتعمل تباين. فلما بتعمل تباين الناس بتبقى متضايقه ويحتكوا ببعض عشان يزيل التباين او تنطلق الطاقه الى اكبر عدد من المستفيدين. فنفس الكلام احنا هنتخيل المعادلات بشكل اكثر توسعا او بدون قيود ونشوف فعلا فكر الناس. فانا كنت قلت لك مثلا على سبيل المثال الحاجه اللي ساعدتك يعني تبقى في دماغك ان شاء الله طول العمر ان ادي الهواء اهو خلاص وبيمر على المحرك خلاص. ايه هو المود فري ترانسفير اللي انت بتبرد منه حرك لما تمر الهواء؟ ها؟ لما بندفع الهواء قسريا بمروحه او لو العربيه بتتحرك ماشي يبقى ايه؟ خلاص؟ طيب نفترض سعادتك ان في يوم كان الجو ساكن تماما والمروحه عطلت والمحرك والاوتوبيس واقف بيجرش والمحرك سخن. خلاص؟ يبقى نود في ترانسفير بتاع المحرك ايه؟ ايه؟ خلاص ماشي هنعتبر ماشي ناتشرال هنعتبر ان هو ايه حاجه بسيطه. انا عايزك تعود الى ان لما نير من الهواء ليه من الهواء الساكن يجيب المحرك يبقى مود التبريد ايه؟ كوندكشن. ها؟ كوندكشن. يبقى اللي سبق فهمنا للكوندكشن هو موجود كوندكشن، لان الكوندكشن ربنا خلق كل ماتيريال ليها جزيئات بتتذبذب ولها البوتنشال على ان لما بتعلى درجه حرارتها عن ليفل الطبقه المجاوره بيحدث ترانسفورميشن فيه او ترانسفورم فيه. خلاص؟ طيب اللي بيحصل ساعتك بقى بما ان انت فهمتني وعرفت ان في باوندري لاير الله كام كام ده طالما انت عرفت ان في باوندري لاير او قميص يحيط المحرك ولو هو الموضوع ساكن يصبح فعلا ان الايه؟ ان تنتقل الحراره ايه؟ بالكوندكشن. يبقى لو كان الموضوع سلاب يعني كانت فعلا حائط يعني ليس دوراني يبقى انت عارف ان فعلا درجه الحراره العاليه خلاص بتنتقل لينيرلي الى نقطه ثانيه. خلاص؟ ففي هذه الحاله انت بتكتب انه كيو اللي جايه لك من ناحيه الشمال يبقى دي كيو اهي يبقى دي بالغ البسيط دي نهايه البسيط. خلاص؟ بتقول ان انت ان كيو بتساوي اف كي ايه؟ دي تي باي دي اكس. خلاص؟ يبقى معنى ان انت كان عندك ان دي تي باي دي اكس ثابته يبقى فعلا الموضوع ان هي حائط والحائط جاي ترانسفير من ناحيه الى ايه؟ ناحيه الكوكب. طيب
هي تبع الزمن زي ما الحد ده بيقول خلاص. يبقى ليس هناك طاقة مبذولة لإعادة تسخين كتلة المعدن، يبقى هو المعدن واقف وصل إلى درجة حرارة سي ستيت مع الزمن يعني ثابتة لا تتغير مع الزمن، كل شريحة في المعدن لا تتغير حرارتها مع الزمن. فأصبح هذا الكيرف إيه؟ لينير. خلاص؟ طيب. أنا أفترض بقى سعادتك إن إحنا ابتدينا ندفع الهواء. دفعنا الهواء. خلاص؟ يبقى على قد ما الحرارة ترانسميتد أنا حاسس إن اندفاع الهواء إليا بيعمل حمل أنا ما كنتش عامل حسابه، بمعنى إنه مش أنا وصلت لسيدي ستيت مش المصنع سخن خلاص، في حاجة تانية هترهقني إن أنا أطلع الهيت؟ الحاجة التانية هي إنه بالرغم إن سيدي ستيت فإن الهواء يتجدد بالمرور عليك، يتجدد. يبقى قصة الكونفكشن هو إن أنت فعلا كل شوية عمال تضايقني وتجيب لي الكتلة الباردة وتدفعها إليا، رغم إنه موضوع سيدي ستيت بس الموضوع إن أنا مش بس شغلت ترانسميتر، ده انا شغلت ترانسميتر ومطبطباتي على السعال طبعا مش حاجه اسمها سعال، لكن يعني بس عشان نكمل الجمله. خلاص؟ يبقى كلنا عارفين انه لما الهواء بيقص المحرك مباشره ويدفع اليه قطعا الكيرف اللينير ده خلاص بياخد شكل ايه؟ كيرفت، بياخد شكل كيرفت. زي ما لو انتوا افتكرتوا برضه درجات حراره الغازات وهي معديه 2000 بتطلع الطلعه دي اللي هي السحليقه يعني. خلاص؟ يبقى كل شيء بيندفع الى المحطه القادمه اليه حيث يحدث هيت ترانسبورت، لو قلت ان الكيرف يتعدل بدوران كده عشان الموضوع ايه؟ كوندكشن مع كونفكشن. خلاص؟ يبقى سر تغير الكيرفتشر ده يا باشمهندسين، سر تغير الكيرفتشر ان هناك حمل اضافي عليا انني باستمرار لابد ان اسخن الكتله اللي جايه، بمعنى انه كي دي تي باي دي اكس خلاص مش بس بتتعامل مع كيو، لا ده في طرف تاني هنضيفه في المعادله. ايه هو الطرف التاني؟ اللي هو رو يو سي بي خلاص دلتا تي. مفيش اي مشكله، انا طالما انا فاهم وعارف بحط ايه واشيل ايه خلاص. انا كان في كتلة ساكنة واقفة من ترانسميت الهيت اللي هي واقفة هنا، دلوقتي الموضوع اتغير لما الرواح اشتغلت اللي بقى في ايه؟ حاجة كونتينيوسلي ريفريش جاية بسرعة يو بتعمل كتلة محتاجة النبي اتسخن، النبي اتسخن، يعني جاية لك باستمرار عايزة تتسخن وتطلع المطلع ده، فأصبح الايه؟ المعادلة زي ما سعادتك شايف وموافق إن فيها ايه؟ كونتكشن وايه؟ وجزء من الهيت لود او الكونفكشن او وات ايفر اللي انت ايه فاهمه خلاص، الكلام ده ايه يساوي فيه ماشي. الناس بقى حبت تسهل وتعمل كورليشنز سهل التعامل معاها لهذه المواقف، قال لك مش كل مهندس عنده وقت انه يكتب المعادله ويقعد يرسم خريطه مع اكس ويقول يا عم انا طالع ولا انا نازل. ده فقام الناس عملت دراسات كتير كورليشنز كتيره اللي ساعتك درستها في كورس الهيت ترانسفير. كان الموضوع يقول لك النهارده عندنا سلندر افقيه ويمر عليها هواء من اسفل، خد يا عم الحاج من اتش بتساوي فانكشن مش عارف رينولدز وبرانتل والى اخر القصيده. اتش بقى كان في باحث معين شخص معين زيك حلم في يوم قال لا انا عايز افهم، فابتدى يدرس ان الباوندر لاير اللي منوط بيها الهيت ترانسفير هتتصرف ازاي وهيبقى كميه الكيو هيحصل لها ايه من الكيرفتشر بتاع درجه الحراره، فابتدى يطلع سوليشن عشان يسهل عليك. انما ساعات الكورليشن دي ايه؟ فيها نسبه كبيره من التبسيط ان هي بتعتمد على افريج بروبرتيز. افريج بروبرتيز. خلاص؟ ان انت بتتعامل فقط مع حاجه ماشيه هي بتدي افريج. خلاص انا افترض ان ده سرعيات يعني خلينا بس كده اهو. بتتعامل مع ان في تي افريج وفي تي وول وما يهمكش اللي بينهم كام، لكن هي بذلك الرينج من السرعات بتلك السطحيه بتاعت الدوران بتديك اتش بيساوي خلاص؟ فده شيء بيجعلك ليميتد في التطبيق. انت لو جيت تصمم حاجه جديده في الشركه بتاعتك او لو فكرت تطور او تعمل هتقول في
نفسي طالما ما فيش عم الحاج سنونو اللي طلع الكورليشن مش عارف كيف كان الواقع خلاص. فيبقى تفاصيل التفاصيل هو اللي انت فاهم بتعيد كل شيء لما تيجي تكتب خلاص. لن يبدو لسعادتك وانت بتكتب المعادله التفصيليه الجلسه، بس احنا مش هيهمنا قوي ان احنا ندرسها بقى كفلسفه، لكن هيهمنا ان احنا نطبقها على مثالين ثلاثه ونعرف فعلا الناس دي بتدلع نفسها ازاي ودماغتها عاليه ازاي وكذا كذا. فهل سعادتك شايف هنا، هل شفت لي كتبت اي اتش في تي ناقص تي؟ هل انا كتبت هنا كونفكشن؟ يبقى الاي اتش تي ناقص تي دي لو انت ساعدتك تتعامل مع البوكس. يبقى لو الاتش بالنسبه لك بوكس وانت راجل جاست راف استيميشن هتستخدم اي اتش تي ناقص تي خلاص. لو انت بقى فعلا راجل عارف ان الكلام ده فيه تبسيط او انت راجل ديزاينر او استشاري حتى واخد ساعدتك وعشان ساعدتك تصدق الكلام ده، في شركه في القريه الذكيه خلاص كان حصل احتكاك يعني اتصلوا بيا قالوا عايزين نعمل محرك تو ستروك في مصر يعني، فعايزين يعملوا الدراسات والحسابات اللي تؤهلهم ان هم يبقوا رواد في هذا المجال. فما كانش فيه بد غير ان احنا نعود الى تفاصيل التفاصيل ونعتبر نفسنا احنا ليدرز ونبتدي نكتب الموضوع من فروم سكراتش. المهم انه هذه المعادله خلاص مالناش دعوه جت ازاي، لكن احنا دلوقتي فاهمينها وهضمنها انه فعلا لما انا بدفع المائع الى مجال يروح وياخد نصيبه ورزقه خلاص، بتتشوه الكيرفات اللينير بيكتر عن الموضوع شويه، بيدخل الانتروداكشن مع شيء معبر عن الكونفكشن او الادفكشن اللي انت درسته. والله عندك حاجه ولا ما عندكش تخلص خالص، لو عندك يوم ماشي ما عندكش يبقى الموضوع ده يساوي صفر، برضه المعادله هتتحل خلاص مش هي مشكله. يبقى واضح ان يا اما في انجنريشن مفيش انجنريشن شغالين، يبقى فعلا السيستم يا اما رياكتنج يا اما نون رياكتنج برضه ايه شغال. طيب عشان بقى ابص لسعادتك بقى، انت تقعد تقول لي يعني عايز تقول ايه من الاخر؟ اقول لسعادتك لو احنا مسكنا المعادله دي خلاص ولقينا فعلا ان الموضوع متشوه بطريقه تدوخ شويه، خلاص احنا نمسك اطراف الموضوع خلاص؟ نمسك اطراف الموضوع. يبقى هنجيب راجل استشاري في ليك ترانسفير، هنقول له بس بقى انا وانا بدرب ريسبونت المحرك انا راجل بتاع احتراق هديك درجات حراره المول مع الزمن مثلا كده. يبقى هو بقى ايه؟ عارف خلاص درجه حراره المول خلاص دي بالنسبه له خلاص ايه؟ باوندرين كونديشن. فاذا اردت ان تحدث ديستربنس في الفضاء فلا بد ان تعطيني الشكل بتاعتي خلاص، فدي ايه؟ باوندري كونديشن. اذا انت النهارده بدات مثلا تدلق ميه في نهر النيل يبقى دي ايه؟ انيشال كونديشن، وانت تروح تتريس بكره وبعد بكره. فخلينا في الباوندري كونديشن. انا هدي ساعتك ايه؟ باوندري كونديشن خلاص؟ واحد بتاع اعصاب جويه هيدينا الباوندري كونديشن بتاع التي افريج ولا التي بتاعت الهواء ولا اللي هي درجه حراره الجو. خلاص هيديها لنا ايه؟ مع الزمن. يبقى ايه؟ ادي باوندر كونديشن ثانيه لواحد استشاري اخر. تمام؟ الشخص بقى اللي هو انت سعد اللي هو بتاع باوندر لير اللي هي بتتشكل في قميص الدبلجه. كل اللي هتعمله سعادتك ان انت هتسلف كل نقطه للثانيه. مش دي سعادتك مثلا، مش دي مثلا 30 درجه خلاص؟ همسك انا المعادله واقول ان ايه بتاعت الهواء دي بي شوية اكس يعني ايه يا ولاد؟ يعني دي رايت ناقص ليفت على الفيلم اللي ساعتها تختارها بناء على رقه التسليم بتاعك والريزوليوشن بتاعك خلاص؟ نفس الكلام هو اللي مسيب يكتب دلتا دي ايه يا ولاد؟ هي برضه دي رايت ناقص ليفت. المره دي ايه؟ مش مستخدمين اي ديستنس يعني خلاص؟ دي بقى بذمتك مش تتحل؟ مش انت ممكن تسلف كل نقطه تخليها تطلع التانيه؟ بما انها معادله بتصف الانفعال والاحساس بين درجه الحراره اللي على اليمين ودرجه الحراره اللي على الشمال لان بيربطهم ان انت دافعني كتله من اليمين
الشمال خلاص يعني انت جايبني بروده وغير فانت جايبني فرق درجات الحراره بينك وبين اللي هي السطح اللي انت رايحه خلاص يبقى المجهول هو الشيء اللي انت لو بدات من اليمين يبقى دايما المجهول بتاعك شمال لو بدات من الشمال يبقى المجهول بتاعك يمين اقدر امشي ولا ما اقدرش خلاص يبقى في ضوء هذه الايكويشن اللي ساعدتك لو رجعت للمسار هتلاقي ان هي فعلا الانرجي ايكويشن اللي انت درستها هي فعلا الانرجي ايكويشن اللي انت درستها لان انت ساعتها بتقول ايه؟ بتقول ان ايه؟ كيو كونفكشن خلاص؟ كيو كونفكشن ماشي؟ اللي هي بتساوي ايه؟ اتش تي ناقص تي خلاص؟ فانت هتلاقي ان هتطلع هيطلع توزيع درجة الحرارة بحيث ان الكوندكشن يديك هذه الكمية من التبريد بس قضية ايه بسيطة خلاص؟ فاحنا ببساطة بذلك الأمل ذلك الأمل نحن نفهم الظواهر بدون تبسيط نحن نبقى قادرين على انه نحسب